بنصبح على حضراتكم مره تانية. ودلوقتي جه ميعادنا مع اخبار الطقس بالتفصيل. وقايه الارصاد بتتوقع ان في انخفاض في درجات الحراره بقيم بتتراوح من درجتين لثلاث درجات، والطقس هيكون حار نهارا على اغلب الانحاء، مائل الحراره على السواحل الشماليه وشديد الحراره على جنوب البلاد. بالليل الجو هيكون معتدل على اغلب الانحاء، مائل الحراره على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. تفاصيل اكتر عن حاله الطقس معانا على التليفون دكتور محمود القياتي، عضو المركز الاعلامي بيئه الارصاد الجويه. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك استاذه دينا وعلى كل الساده المشاهدين، تحياتي لحضراتكم. اهلا بحضرتك، حابين نطمن من حضرتك عن حاله الطقس، خصوصا ان احنا يعني ملاحظين جدا ان في انخفاض ملحوظ يمكن من الامس بدرجات الحراره، في نسمه هواء معتدله كده. فعلا في انخفاض في درجات الحراره النهارده على شمال الجمهوريه، بنتكلم عن السواحل الشماليه، محافظات الوجه البحري، القاهره الكبرى ومدن القناه وحتى محافظات شمال الصعيد. الانخفاض بيكون بمعدل درجتين لثلاثه عن الامس على كل هذه المناطق، لكن طبعا محافظات جنوب الصعيد لا زالت عليها اجواء شديده الحراره، لا زالت بتسجل اليوم درجات حراره اكثر من 43 درجه مئويه، لكن ممكن بكره جنوب الصعيد يحدث عليه بعض الانخفاضات ايضا بمعدل 3 إلى 4 درجات، ويبدا يسجل في حدود ال 40 إلى 39 درجه مئويه. كمان يمكن كلنا بنلاحظ خلال ساعات الصباح او على فترات متفرقه من اليوم وجود بعض السحب على العديد من مناطق الجمهورية اللي بدورها بتبدأ تحجب جزء من أشعة الشمس، وبتشعرنا بمزيد من انخفاض درجات الحرارة وتشعرنا أكثر بالطقس الربيعي. لكن السحب دي اليوم متوقع معها بعض فرص الأمطار الخفيفة والغير مؤثرة على مناطق من جنوب سيناء. السحب دي الأمطار دي متوقع أنها في كل الأحوال هتكون أمطار خفيفة، حتى لو ظهرت معها بعض إشارات البرق أو أصوات الرعد، لكنها على كل حال إن شاء الله متوقع أنها تكون أمطار خفيفة. لا تاني بس، يعني إحنا احتمال يكون في أمطار النهاردة على السواحل الشمالية هتكون معاها مصاحب برعد وبرق؟ على جنوب سيناء. على جنوب سيناء. على جنوب سيناء هتكون أمطار خفيفة، وحتى وإن كانت رعدية لكنها على كل حال أمطار خفيفة غير مؤثرة. تمام. فرص أمطار على مناطق من جنوب سيناء. بالإضافة كمان بيكون في بعض نسمات وهبات الرياح اللي سرعتها مش بتتجاوز ال 35 كيلومتر على الساعة على أغلب مناطق الجمهورية على فترات متفرقة من اليوم، أيضا بتكون من أهم العوامل اللي بتشعرنا أكتر بتلطيف الأجواء وبهذه الأجواء الربيعية. وبالتالي نقدر نقول إن الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط معتدلة في أغلبها، وارتفاعات الأمواج عليهم بتتراوح ما بين 1.5 إلى 2 متر، لكن نتيجة بعض نسمات وهبات الرياح دي ممكن نلاقي على بعض شواطئ البحر الأحمر تحديدا على نقط معينة منه ممكن تتجاوز الأمواج هذا الارتفاع قد تصل 2.25 متر. في الحالة دي البحر بيكون بالفعل مهيئ لكافة أعمال الصيد والملاحة البحرية أمام حركة السفن والمراكب، لكن ممكن يكون في بعض المناطق من شواطئ البحر الأحمر غير مناسبة للسباحة بالنسبة للأفراد. دي بيقدر يحددها المسؤولين عن الشواطئ هناك، ممكن يحددوا أعماق معينة في البحر ما ينفعش المواطنين يتجاوزوا المناطق دي، وبالتالي بننصح المواطنين باتباع التعليمات خاصة المصطفين على شواطئ البحر الأحمر في حالة عدم السماح بالمرور بشكل أكثر داخل البحر طبقا للعلامات اللي بيحددها المسؤولين عن الشواطئ دي. وبالحقيقه ده بيكون نتاجه ان عندنا طقس ربيعي مستقر تماما، بيكون مائل الحراره على محافظات الساحل الشمالي، بيكون حر نسبيا سواء على القاهره او الوجه البحري او مدن القناه وايضا شمال الصعيد، لكن بيظل طقس شديد الحراره على المحافظات الجنوبيه. سبب الاعتدال والاستقرار ده هو وجود كتل هوائية شمالية بتكون جاية من البحر المتوسط، بالفعل درجات حرارتها بتكون أقل شوية مع وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا أو بنسميه حوض علوي بارد. كل الأسباب دي هي السبب في هذه الحالة الجوية المستقرة. مستمرة معنا لحد إمتى بقى يا فندم؟ يعني مستمرة معنا الأجواء اللطيفة دي لحد آخر الأسبوع؟ إن شاء الله لحد آخر الأسبوع على الأقل، هذا الطقس الربيعي الممتاز اللي بيسمح بكافة الأعمال والأنشطة اليومية والخروج والتنزه والاتجاه لكافة السواحل والشواطئ اللي موجودة في مصر. إن شاء الله على أول الأسبوع في الخريطة بتشير إلى تغير طفيف في مصادر الكتل الهوائية،
وبالتالي نقدر نقول انه على اول الاسبوع حوالي ارتفاع طفيف في درجات الحراره، ده حوالي درجتين الى ثلاث درجات على اغلب الانحاء، هيكون اعلى ارتفاع او بشكل اكبر على محافظات شمال وجنوب الصعيد، اللي ممكن معاها شمال الصعيد تسجل على بدايه الاسبوع في حدود 38 درجه مئويه، بعد ما بتسجل الايام دي حوالي 33 ل 34 درجه، كمان هتبدا محافظات الصعيد تسجل في حدود 43 درجه مئويه، وممكن القاهره يكون عليها على بدايه الاسبوع ارتفاع بمعدل درجتين لثلاث درجات، ولكن هيظل ايضا الطقس الربيعي ممتاز بيسمح بممارسه كافه الاعمال والانشطه اليوميه. طيب طبعا ده تغير. كنت عايزه اسال حضرتك بس قبل ما حضرتك تقول التغير عن الشبوره المائيه وهذه الظاهره الجويه اللي بتكون موجوده خاصه في الساعات الاولى من الصباح. الشبوره المائيه طبعا فرصتها الفتره دي بتكون قليله جدا، وبالتالي نقدر نقول ما فيش فرص للشبورة المائية خلال الفترة دي إطلاقا. الطقس مستقر تماما، حتى وإن كانت درجات الحرارة خلال ساعات الليل بتدور حول 20 درجة مئوية، يعني بالليل بتكون درجة الحرارة على شمال الجمهورية ما بين 19 إلى 21 درجة مئوية، لكن على كل حال فرص الشبورة المائية ضعيفة جدا. عاوزين بس نشير إلى أنه هذه الفترة هي فترة تغيرات بشكل كبير جدا، تغير في الحالة الجوية ما بين يوم والتاني أو على مدار اليوم الواحد، ده أمر طبيعي خلال فصل الربيع بسبب وجود كتل هوائية من مصادر مختلفة كلها بتحيط بجمهورية مصر العربية، كل هذه الكتل لها فرصة أنها تدخل وتأثر على جمهورية مصر العربية، وكل كتلة لها صفات وسمات معينة مختلفة عن الثانية، وبالتالي وارد جدا تأثرنا بأي كتلة منها، فعاوزين المواطنين لا ينخدعوا ببعض حالات الاستقرار والاعتدال في الأحوال الجوية، وبالتالي طبعا بنوجه المواطنين بالمتابعة اليومية للنشرات والتحذيرات الجوية بصورة يومية علشان يقدروا ياخدوا احتياطاتهم سواء في حالات ارتفاع درجات الحرارة أو في بعض الحالات اللي بيكون فيها رياح مثيرة لبعض الرمال والأتربة، أو حتى في بعض الأيام اللي بيكون فيها اضطراب في حركة الملاحة البحرية. طبعا عشان كده احنا بنتابع مع حضرتكم بشكل يومي في برنامج صباح الخير يا مصر. بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور محمود القياتي عضو مركز الإعلام بهيئة الأرصاد الجوية، شكرا جزيلا لك. خلونا نتابع مع حضرتكم دلوقتي درجات الحرارة متوقعة النهاردة، وهنبدأها من القاهرة العظمى 32 الصغرى 21، العاصمة الإدارية 33 21، إسكندرية 26 19، العلمين الجديدة 25 19، مطروح 24 18، دمياط 28 20، بورسعيد 27 19، إسماعيلية 33 20، السويس 33 21، العريش 27 20، كاترين 28 13، طابة 32 23، حلايب 35 29، شلاتين 40 28، شرم الشيخ 38 26، الغردقة 39 27، الفيوم 33 23، بني سويف 34 23، الوادي الجديد 39 26، أسيوط 36 23، سوهاج 38 25، قنا 41 26، الأقصر 42 27، وأخيرا أسوان 43 27. حبينا نطمن حضراتكم عن حالة الطقس النهاردة، الأجواء ربيعية معتدلة جدا على مدار حتى نهايات الأسبوع، الأيام اللي جاية الطقس هيكون معتدل نهارا، وكمان هيكون في نسمة صيف أو نسمة هواء حلوة جدا بالليل، فممكن الجو مهيئ للخروج والفسح، وإن شاء الله يستمر معانا كده حتى يوم الجمعة اللي جاية. هرجع مرة تانية لمن ومحمد علشان نكمل معاك فقرة صباح الخير يا مصر. شكرا ليك يا دي. شكرا.